16 من مارس آذار 1939، زفاف شاه إيران على الأميرة فوزية. كان حفل زفاف الأميرة فوزية شقيقة الملك فاروق إلى ولي العهد الإيراني في 16 من مارس آذار عام 1939 من أكبر حفلات الزفاف التي شهدتها القاهرة في ثلاثينيات القرن العشرين، بعد حفل زفاف الملك فاروق على الملكة فريدة. وافق الملك فاروق على زواج أخته بصعوبة بالغة نظراً للاختلاف المذهبي مع أسرة بهلوي الشيعية، بالإضافة إلى بعد إيران عن مصر. وقد تمت مراسم الزواج في القاهرة، وبعد ذلك انتقلت الأميرة فوزية إلى محل إقامتها الجديد في طهران، حيث أقيم للعروسين حفل زفاف آخر. حملت الأميرة فوزية لقب إمبراطورة إيران فيما بعد، حين تقلد زوجها محمد رضا مقاليد الحكم عام 1941، وأنجبت الأميرة فوزية منه ابنتهما الوحيدة الأميرة شاهناز بهلوي، وتم الطلاق بينهما عام 1945 في القاهرة، وبعدها تم الطلاق في إيران عام 1948، حيث وقعت أزمة بين مصر وإيران بسبب هذا الطلاق بعد إصرار الملك فاروق عليه ورفضه عودة الأميرة فوزية إلى زوجها شاه إيران.